بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أهمية الفحص ومراجعة الطبيب المتخصص أثناء فترة الحمل للمرأة الحامل. أهمية الفحص يعني قد تكون سبب لاكتشاف العديد من الأمراض المتواجدة في فترة أثناء الحمل وحلها قبل يعني الولادة أو الوضع من قبل المرأة الحامل للجنين، وأيضا ممكن الكشف عن نوع من أنواع عيوب الأنبوب العصبي مثل انقسام العمود الفقري، كما يعني يمكن أن يكشف الطبيب عن الحمل المتعدد بناء على نتائج التحاليل التي تم يعني أخذها من الاختبارات. أيضا ممكن أن يطلب الطبيب إجراء بعض الاختبارات الأخرى للكشف عن أي مشاكل أو تشوهات في الجنين. الفحص مهم جدا للكشف يعني عن أي نوع من أنواع التشوهات الجينية أو التشوهات الخلقية للجسم، وأي اضطرابات قد تحصل للجنين مثل اضطرابات متلازمة داون أو الصبغي 18 أو أي نوع من أنواع الاضطرابات مثل نقص المناعة البشرية. أي نوع من أنواع يعني الاختبارات ممكن تؤدي العديد من النتائج الهامة جدا للمرأة الحامل وللجنين أيضا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.